يعيش شيخ المشجعين العراقيين قدوري وضعا صحيا حرجا بعد أن توقفت ساقه ويده اليسرى عن الحركة بسبب انزلاق في العمود الفقري ألزمه الفراش طويلا. قدوري الذي صدحت حنجرته بحب العراق طوال أكثر من 50 عاما رافق فيها الفرق العراقية في حلها وترحالها في مشارق الأرض ومغاربها، والذي يعيل أسرة كبيرة وقدم أحد أبنائه شهيدا للوطن، يعاني الآن من أمراض أخرى خطيرة ولم تجد معه محاولات الأطباء داخل العراق نفعا، وبات بحاجة للعلاج خارج العراق أملا في إنقاذ حياته. ومن بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف شيخ المشجعين العراقيين قدوري. قدوري الحمد لله على السلامة، شلون وضعك الصحي الآن؟ سلام السلام إن شاء الله السلامة. شلون صحتك زينة؟ يعني ايش قالوا لك الأطباء؟ ايش نصحوا الأطباء أبو بلال؟ الأطباء قالوا إي الأطباء قالوا ايش تريد؟ إي الأوروبية أي. الاتحاد أي. المسؤولين ناسينا واحنا نقولهم زين بس انا واقع زين. الاطباء ايش نصحوا بعلاجك؟ يعني قالوا انك علاج معين لك لو شنو يعني الحاله ايش تتطلب؟ اي تتطلب خارج العراق. نعم وانت هاي كلها وانا ابنكم اكيد اكيد. انت قدوري ضحيت وقدمت للبلد الكثير. يعني الأطباء هذا كله بسبب الانزلاق اللي صار عندك بالبداية، لو السكر اللي أنت تعاني منه لو شنو الموضوع يعني؟ هو السكر والانزلاق نعم وظهري وأنا ما أقدر مريض يمكن أموت اليوم ما باكر. إن شاء الله إن شاء الله عمرك طويل قدور. أنت عزيز ودموعك غالية على كل العراقيين علينا وعلى كل الناس، أنت اللي قدمت وضحيت. وقدوري إيدك تحركها رجلك اليسرى اللي عرفت أنه متوقف عن الحركة؟ لا ما تتحرك. لا زين. انت قبل كم يوم كنت بالمستشفى بمستشفى الشيخ زايد ببغداد ايه؟ مثل ما سمعت زارك رئيس اللجنه الاولمبيه رعد حمودي، مسؤول وزاره الشباب، رئاسه الوزراء ايضا، يعني هم الناس قدموا لك مكافآت ماديه، بس انت المطلوب انه علاجك اكبر من هذا الموضوع، يعني راد لك علاج خارج العراق الان ما اقرر الاطباء حاليا. ايه هو هذا؟ نعم تحب زين. انت تحب توجه رساله شيء كلمه من خلال هذا اللقاء؟ انا اشكرهم كلهم ما قصروا وياي لا من اولاد نعم. ولا من بنات. نعم بس هاي الموت ما تبعي. ان شاء الله عمرك طويل قدوري يا عمي. ان شاء الله ما عندك غير الصحه والسلامه ان شاء الله. عمي مو قالوا يمشون منا الاربيل؟ اي ايه نعم خلينا شنو هو مهدي يعرف ان شاء الله ان شاء الله. يومين مهدي وياي مهدي ما قصر وياك ايضا ومهدي يداعي لك وينادي لك. قدوري قلوب كل المشجعين كل الرياضيين وياك، وان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل. من بغداد شيخ المشجعين العراقيين قدوري اشكرك واتمنى لك الصحه الدائمه والشفاء العاجل، ودعوتنا للمسؤولين وكل الخيرين المساهمه في انقاذ حياه هذا الانسان الذي يعد رمز من رموز الرياضة وقدم الكثير للعراق وللرياضة العراقية. قدوري إلى حق على الكل.